يعني autrement dit راه المجالس راه مجلس كيهني اللفظ راه المجلس السابق استفد من المجلس اللي قبل منه. دابا حنا راه غنخدمو للمجالس اللي جايه. راه المشكل اللي عندنا داك المجلس اللي جاينا بقينا هكا راه ما غيلقى والو. هذا هو المشكل الحقيقي رقم واحد. المشكل رقم جوج اظن ان المصالح ديال الجماعه الان هي مصالح مهدده. المؤشرات ديال هاد التهديد هذه كثيره وكثيره جدا. انا غنذكر منها بعض النماذج باش نكون مختصر. الاشكال الاول هو على مستوى المداخيل ديال الجماعه. المداخيل ديال الجماعه 168 مليون ديال الدرهم تقريبا. 168 مليون ديال الدرهم في 6 اشهر هي راه تهدي السير العادي للجماعه. ماشي كنهضروا على العمل التنموي، راه بهذا الشيء ما غنديروش التنميه. دابا هذا الشيء راه غنديروا غير ستاتيكو. واش نضمنوا ستاتيكو للجماعه السير العادي ديالها، نخلصوا الموظفين الماء والضوء ونسالي. بالتالي هذا الشيء كنا نبهنا ليه الرئيس من قبل، نبهنا له في التفويضات اللي دار انه حيت ما دارش تفويضات على مستوى الجبايات المحليه قلنا له راك انت قصتي او درتي واحد فو ديبار، لان خص كما كتعرفوا ان الجبايات هي السبيل الوحيد لتنميه مداخل الجماعه واللي تقدر يكون واحد لامباك على الاستثمار. هذا الاول. مين كنتكلموا كذلك على المشكل الحقيقي الثاني اللي كيهدد الجماعه هو غياب تصور حقيقي، تصور حقيقي لتنميه جماعه البلاد. وهذا غياب التصور راه ما كنديروش بوحدنا، باش يعرفوا حتى المواطنين، لان مجلس الجماعه ليس هو لو سول ديسيدور في لو تيريتوار. الاشكال على ان الرئيس ما فاتحش قنوات ديال التواصل مع العماله، دونك دابا حنا ولات العماله كتفكر لينا. جميع النقط اللي دوزنا في الدورات السابقه هي دورات اللي هي محاله من السيطره من طرف السيد العامل. ها هو ولا العامل هو اللي ولا يشارك في التنميه الحقيقيه ديال مدينه بلاد. ما بقاش الجماعه هي لو ديكلونشور ديال التنميه. هذه رقم واحد. جوج، في التنميه ديال المداخيل سابقا في المجالس السابقه راه كانت لقاءات راتبه مع المصالح الخارجيه ديال الضرائب، خزينه، مصالح تتبع يومي. هذا الشيء ما كاينش. دونك المصالح الاخرى ديال الضرائب ملي كتقول ان الجماعه ما عندهاش ربو يحميها راه كتمشي تهتم هي بالمداخيل ديالها. كتمشي للياس، تمشي للطيفية. اما داك الشيء ديال الجماعه جا ما بغاش يجي جو مون فو. كنا كنديروا جماعة لقاءات راتبة مع الضرائب مع الخزينة باش ننميو المداخل ديال الجماعة، دونك هادشي غائب وغائب جدا. وأنا كنسول الرئيس في الدورة ديال التفويضات قال لي أنا غادي نتكلف. باش تكلف؟ قلنا شنو دار مع هاد المصالح. النقطة الثالثة ولا عندها ارتباط يعني لي بروجي ستريكتيرون ديال الجماعة اللي هما اللقاءات مع المصالح الخارجية خصوصا مع العمران، مع الاراضين، مع التجهيز، مع الفلاحه. هذا الشيء ما كاينش. ولا كان هذا الشيء هذا في المراحل السابقه شي واحد يوصل الرئيس يجيب لنا ها شنو درت. وهذا كان عنده تاثير سلبي، لان في المجلس السابق حنا خدمنا بالفلوس ديال المجلس اللي قبل منا. راه هكا كتبنا التنميه. حنا جينا لقينا ذاك اللي قبل منا الله يجازيه بخير دار واحد دوموند ديال كريدي فات ديال 540 درهم 40 مليون ديال الدرهم، حطنا ديك التحقيبه عاوتاني قضينا بها الغرض. حنا عاوتاني درنا شي حوايج خص هذا المجلس هذا ياخذها. بالتالي حنا داك الشيء اللي كان راه مازال ما تخدمش عليه. وهذا الشيء هذا بين كنقولوا شريع السعديين، شريع ديال فريد الانصاري، شريع ديال لا كروند سانتور، هذا الشيء كان راه كاين مبرمج خصو يتبعوا باش ينفذوه. الا ما كانش اللي غادي يتبع هذا الشيء هذا راه مشكل غنمشيو للهاويه. دونك المشكل ماشي هو تقني ديال واش جا ولا ما جاش، المشكل هو تصور. وهنا كيحيلنا على برنامج عمل الجماعه كما قال السي فريد اللي هي الوثيقه المرجعيه للتنميه داخل الجماعه. واش دار تقييم حقيقي للبرنامج السابق؟ واش كاين شي اراده حقيقيه باش نديروا برنامج تنموي اللي كشف فيه الجميع؟ دونك حنا في المجلس انا اللي حسيت به وفي العلاقه ديالي مع الاخوان المستشارين، حنا كنجي ترى اكو تي دو لا بلاك فيما يخص التنميه ديال المكناس. راه كاين شي قالوا شي بيرو ديتود راه خدا داك الشيء راه خدام. حنا ما عرفناش، حنا راه قربت ثاني السنه مازال ما عرفناش شنو كاين في هذا في هذا المشكل. كذلك ديال اللي غادي يدير كريه التنميه مصلحه ديال البناء او مصلحه ديال التعمير، حنا كنسمعوا لانه ولات شروط جديده خارج الشروط القانونيه، تسليم الرخص،
هادشي هذا كاين كيفاش العقاريين دارت شكايات متعديه السيد العميل والشيء هذا كان كيهدد التنميه داخل المدينه الكلاس. لذلك الجمله الاخيره اللي غادي نقول انا وحنا ك يعني كمكون من المكونات ديال الاغلبيه يعني الجديده الاغلبيه الجديده دونك حنا كنقول خاص ضروري يدار لقاء مستعجل مع السيد العام يحضر فيه ممثل المسيحيين ويحضروا فيه ممثلي الاحزاب في اقرب الوقت باش نقولوا له قدام السيد العام راه حنا غاديين في الهويه وهذه ممثل ديال السيد السلطه هذا ديال ممثل السيد العام ينقل هذه الرساله للسيد العام راه كاين تضمر من طرف السيد المستشارين على الطريقه باش كتسير بها جماعه الكنيسه. حنا راه ماشي كونتر اكس ولا يدير حنا بغينا كما قلنا في الاول حنا اللي جاب الخير للكنيسه حنا معاه كيلكو سوا اكس ولا يدير ولكن مي كنشوفوا ان المصالح مهدده ديال الجماعه المداخل كانت ديكرادا المشاريع متوقفه حتى المشروع ديال المدينه العتيقه هو متوقف الى غير ذلك من المشاريع المهدده داخل مدينه الكنيسه. حنا خص السيد العامل يتدخل ولا المناشده يعني للاخوه المستشارين ممثلي الاحزاب باش دار لقاء مستعجل للطلب ديال السيد العامل واللي نتفقوا فيه على واقع ديال جماعه الناس وسبل ديال حل هذا المشكل. وشكرا.